إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. معلومة لصحتك. يا مدام سماح، هو الأستاذ جمال زميلنا ما جاش النهاردة ولا إيه؟ لا جه يا أستاذ محسن، بس نزل الرعاية الطبية عشان بيتابع حالته مع الدكتور بتاع الجهاز الهضمي. بس قولي انت بتسأل عنه ليه يا أستاذ محسن؟ أصل بصراحة كده سمعت معلومة في الراديو عاوزه يقولها للدكتور بتاعه بتاع دوالي المريء ده، عاوزه يخلي باله، لأن سمعت معلومة في الراديو بتقول إن في الشتاء بيزيد النزيف بتاع دوالي المريء ده، واحتمال يعني يعمل له مشاكل ولا حاجة. كنت عاوزه يسأل الدكتور اللي بيتابع معاه إيه التفسير العلمي للمشكلة دي عشان يحمي نفسه يعني من احتمال نزيف ولا حاجة. فعلا ده موضوع مهم يا أستاذ محسن، ولازم لما يجي أستاذ جمال نقول له عليه عشان يسأل الدكتور اللي بيتابع معاه، يسألوا عن نزيف دوالي المريء ليه يا ترى بيزيد في الشتاء، وربنا يشفيه ويشفي كل مرضانا يا رب. أمين يا رب. مريض الكبد في الشتاء، الدراسات الطبية العالمية رصدت زيادة واضحة في نسبة حدوث القاء الدموي عنده بسبب نزيف دوالي المريء أثناء شهور الشتاء. الدراسات دي قالت إن أكتر فترة في السنة المستشفيات بتستقبل فيها حالات القاء الدموي الناتج عن نزيف دوالي المريء هي شهور ديسمبر ويناير وفبراير، اللي هي شهور فصل الشتاء، وبعد كده بتقل حالات نزيف دوالي المريء تدريجيا في الشهور اللي بعد كده لحد ما توصل لأقل معدلاتها في شهور الصيف. التفسير الطبي لازدياد احتمالات نزيف دوالي المريء في فصل الشتاء هي إن برودة الجو بتعمل انكماش في الأوعية الدموية السطحية اللي تحت الجلد مباشرة كرد فعل طبيعي بيحصل في جسم الإنسان ضد البرودة، هدفه الحفاظ على دفء الدم وعلى درجة حرارة الجسم، فلما تنكمش أو تضيق الأوعية الدموية السطحية ده بيقلل تدفق الدم فيها، وبيترتب على كده زيادة الدم في الأوعية الدموية الداخلية اللي منها الأوردة البابية في الكبد، فبيزيد فيها ضغط الدم، وده هيزود ضغط الدم جوه دوالي المريء عند مريض الكبد، وده اللي هيزود احتمالية النزيف منها بسهولة. وكمان في تفسير تاني لازدياد حالات نزيف دوالي المريء في الشتاء، هو تغير الضغط الجوي بسبب برودة الجو، ممكن كمان يكون ليه تأثير على ضغط الدم جوه الدوالي واحتمالية النزيف منها. لوقاية مريض الكبد من نزيف دوالي المريء مع شهور الشتاء، الحل إن دلوقتي بقى في اتجاه طبي في العالم كله إن مع بداية شهور الشتاء بيتم عمل منظار معدة لمريض الكبد لفحص الدوالي عنده علشان نعمل لها ربط وقائي لو موجودة عن طريق المنظار كإجراء احترازي لو كانت الدوالي دي كبيرة، علشان ربط الدوالي بيخليها تتليف، وبكده نقدر نحمي مريض الكبد من خطورة نزيف دوالي المريء في شهور الشتاء. دمتم في سلام. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء.